ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا بالخضار. مشاكلنا مع البيتزا بالخضار ان الخضروات بتفرز بعض السوائل على المعجنات بتاعتنا فبتظبطش العجينه، بتبقى مصيصه، والبيتزا ما بتظبطش معانا ليه؟ عشان الجبنه الموزاريلا كمان بتشرب من خضار فبتبقاش ظابطه معانا. فتعالوا شوفوا نعمل ازاي مع بعض البيتزا بالخضروات والجبنه والزيتون. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشرة، بساطه سهوله مرونه. معانا مقادير العجينه اولا، طبعا انا بطلع بيها معجونه جاهزه عشان اوفر على حضراتكم وقت والصداع بتاع المكنه او العجان بتاعنا. معانا من الدقيق الدقيق 3 كوبايات من الدقيق، وانا حاطط للامانه شويه زبادي مع خميره مع معلقه سكر مع معلقه دقيق. الخميره مع السكر لتفعيل الخميره، واحنا متفقين ان السكر بيساعد على تشغيل وتفعيل الخميره، وتعرف ان الخميره شغاله ولا مش شغاله ازاي بانك مجرد ما تحط عليها الميه والسكر تديكي ماده الفوران اللي احنا عارفينها. وما ننساش معانا كوسه وجزر وفلفله ملونه، ومعانا شويه سبانخ من بتاعه الفراخ هنستلف منها شويه، وبصل وتوم، والصوص بتاعنا اللي هي صوص الطماطم او الكاتشب حسب الرغبه. ما ننساش الجبنه والزيتون، دول اساسي في المكونات بتاعتنا. ولكن نصيحتي وانت بتعملي عجينه البيتزا يا ست الكل، يا امي، يا ست الحبايب، لازم طبعا تعجنيها الاول وتسيبيها تتخمر بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي مرحله اولى في التخمير. المرحلة الثانية من التخمير بعد ما نحطها في الصينية اللي احنا هندخلها الفرن. المرحلة الثالثة من التخمير دي قواعد عمل البيتزا، بعد ما احط عليها التوبنج يا اما خضار يا اما زيتون يا اما سيفود يا اما فراخ زي ما انت عايزة. العجينة معانا جاهزة اهي، بس حبيت اوريها لحضراتكم واشرحها. خلونا ندخل الخضار في الفرن يتشوي. يتشوي يتشوي. انا هشوي الخضار الاول قبل ما احطه على عجينة البيتزا. مش هحط خضار مسلوق ولا خضار متقطع كده وخلاص، لا، لازم الخضار ده ياخد طعم وياخد فليفر قبل ما احطه على عجينه البيتزا. هي دي المدرسه. معانا من الكوسه بالشكل ده كده، بقطعها شرايح حلو، بنحطها في الكسروله اللطيفه دي كده. الله، دي كوسه اهي. معانا من الجزر برضو، قطع شرايح كده عشان نخلص من الميه بتاعه الخضار او السوائل بتاعه الخضار. فاحنا بنشويه الاول قبل ما بنحطه على العجينه بتاعه البيتزا. هذا الخضار، الكوسه متقطعه شرايح لطيفه زي شرايح الشيبس بالظبط اهي. شفت الكوسه؟ ده الجزر اهو. شوف التقطيعه دي مهمه جدا ليه؟ علشان الجزر بياخد وقت كتير في السوا. الله، ده لما يتشوي ويتحط على العجينه هيبقى لطيف جدا. ده جزر اهوت. معانا من الفلفل الملون ده كده، اخضر على احمر على اصفر، الالوان الحلوه في عجينه البيتزا بتشد الاطفال. التشكيله الحلوه من الخضروات على عجينه البيتزا بتخلي الاطفال ياكلوا البيتزا، وتغيير عشان الاولاد ما يميلوش من البيتزا، سواء بنعملها بالخضار سواء بالفراخ. ادي الخضار بتاعنا بالشكل ده كده. ازود الكوسه؟ حاضر يا فندم، نزود الكوسه اهو. شرايح كده بالشكل ده كده. هنتبل الخضار ده. الله عليك يا شيف، هي دي اللي انا ايه عايزها منك. هنتبل الخضار ده. نتبله بايه؟ ده الكلام الكبير قوي. معانا فص توم حلو على الخضار، معانا بصلايه مفرومه ناعمه على الخضار، الله، شويه ريحان حلو على الخضار. شفت التتبيله الحلوه دي كده؟ رشه ملح حلوه على الخضار، دي مدرسه بقى، حلوه قوي. رشه فلفل اسود على الخضار، ما تنساش زيت الزيتون في طريقك وانت ماشي يا عم الشيف على الخضار. يلا بينا زيت زيتون نغرقه كده اهو. نعم، بتحب السبانخ او المشروم؟ نحط سبانخ او مشروم زي ما انت عايز. عندك مشروم طازه وفريش حط مشروم، عندك سبانخ حط سبانخ. ادي الخضار خد الشكل اللطيف الحلو ده كده، وهندخل الخضار ده في الفرن يتشوي من غير اي اضافه سوائل تانية. نكتفي بزيت الزيتون
والميه او السوائل اللي هيفرزها الخضار اذا كان كوسه او بصل او جزر بالشكل ده كده. شفت الخضار شكله حلو ازاي؟ انا عارف بتحب انت الاشكال الحلوه دي كده. معانا سبانخ، مش حرمك من حاجه، ورقتين سبانخ حلوين كده في طريقي وانا ماشي، ده اختياري بحطهم هنا كده، يعني حديد يعني معادن يعني قيمه غذائيه عاليه جدا، اهو يعني فيتامين سي. هناخد الخضار ده عم الشيف ندخله الفرن بالشكل ده كده، اهو بص عليه بصه حلوه. اللهم صل على النبي. تشكيله من الخضار بتتكلم عن نفسها، صوره لطيفه وجميله من نعم ربنا علينا. هنخليها تشارك في عمل البيتزا دلوقتي، والعجينه جاهزه. نحب نفرد العجينه يا شباب مع بعض ولا حابين تطلعوا فاصل؟ خلينا نفرد العجينه مع بعض، يلا بينا نفرد العجينه الحلوه مع بعض. تعالوا ازاي تفردي العجينه في المرحله الاولى من التخمير. اول ما بتفرديها لازم تحددي الدايره بتاعتك بتاعه البيتزا حسب الصينيه وحسب عدد افراد الاسره، وده مهم جدا على فكره، انك لما تعملي بيتزايه تكون عندك الصينيه اللي انت هتفردي فيها العجينه بالشكل اللطيف الجميل، علشان ولادك كمان يقدروا ان هم تسخنيها وياكلوا منها تاني يوم وتالت يوم. عشاكلنا مع البيتزا بعد التسخين ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتجلد. انت عارفه ليه يا ست الكل؟ عشان بتحط بيض في العجينه. انا ضد اضافه البيض في مكونات عجينه البيتزا خالص. عجينه البيتزا بريئه من اضافه البيض. شفت العجينه في ايدي حلوه ازاي؟ اللهم صل على النبي. اهي اهي تتفرد لوحدها، الله بالشكل ده كده. عامل انا حته كبيره حلوه، هتسأليني ليه؟ عشان معايا صينيه حلوه عايز اخد منها حته وانا رايحه لحماتي، عايز اولادي يعزموا اصحابهم وياكلوا من البيتزا دي، يعرفوا ان عمايل ايدين مامتهم مش زي اي عمايل. ناخد العجينه دي كده، شويه دقيق حلوين فوق وتحت تحت وفوق، ونفرد العجينه الحلوه. اوعي تلعبي في العجينه قبل ما تفرديها. يعني ايه يا شيف مغازي؟ افصح. العجينه اتخمرت، ما تاخدهاش وتعملي فيها بايدك كده او انك تعجنيها تاني وترجعي تفرديها، مش هتتفرد معاك حتى لو انت عملت لها مزيكا. حلو الكلام؟ ده مهم جدا تعرفي المعلومه دي كده. العجينه اتخمرت على طول تفرديها بالنشابه، هتساعدك في الفرد. دي المدرسه بتاعه المعجنات. اه بص اهو انا بفردها وانا واقف بايه فوق، ابص لها كده تتفرد لوحدها. اهي اهي شفتي؟ اهي. طب لو احنا بالغلط عملناها نرمي العجينه وخلاص كده احنا غلطنا؟ لا، سيبيها تتخمر تاني. كام يا عم الشيف؟ 20 دقيقه هتطلع معاك بنفس الشكل ده كده. اه حلو قوي، عجينه سميكه. انا بحب البيتزا اللي هي بتبقى عجينه سميكه. ادي العجينه بالشكل ده كده زي الفل، نلمها تاني ونجيب الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده. دي هتخش الفرن يا شيف؟ اه هتخش الفرن. اي صينيه ان كان، حط فيها زيت زيتون بغزره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حلو. وناخد العجينه الحلوه بتاعتنا دي كده زي ما هي، نحطها هنا كده. الله، وتعالي يا حلوه، تعالي يا بيضه، ونثبتها كده. تاخد شكل الصينيه واسيبها تريح في الصينيه كده. الزياده من العجين ده نشيله بسكينه زي ما احنا عايزين. اه ببساطه خالص. يتشال ازاي؟ كده اهو على حرف الصينيه وتقطعي كده. اوعي تعوري ايدك يا حلوه. شفت الجو ده كده؟ اه براها خالص. طب العجين ده يترمي؟ لا، هقول لك تعملي فيه ايه دلوقتي حالا، وده اللي يهمني بقى على فكره. انا ضد التبذير. العجينه مكلفه، فيها زبادي وفيها زيت زيتون وفيها خميره وفيها سكر وفيها وقت وفيها مجهود. العجينه دي تترمي؟ لا خالص، اهو هشيلها كده والم العجينه دي كده حبايبي اساتذه المصورين، اهو والمها واحطها في كيس. ممكن اعملها بكره بيتزا، ممكن اعمل طاجن خضار بالكاري من المطبخ الهندي، احطه في طاجن واحط العجينه دي على وشه كده كانك رحت مطبخ هندي وكلتيه. اهو بس ما تقدريش تفرديها الا بعد 20 دقيقه من الوضع ده. اهو
اسمحوا لي يا شباب نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل صغيره لعمل البيتزا بالخضار بطريقه لطيفه وجميله، ولكن طريقه فرد العجينه فيها فن، فيها هندسه بالشكل ده كده، وازاي العجينه ما تقدرش تنكمش جوه الصينيه. تشكيله الخضار في الفرن معانا زيتون اخضر واسود وجبنه موزاريلا والخبره الطهويه. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لاستخدامنا للمستردة ومعجون المستردة وحبوب الخردل في عمل الفراخ المشويه. نرجع للفرن بتاعنا ونشوف الخضار اخباره ايه. نطلع الخضار من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. لان معانا العجينه عايزين نعملها. يا سلام، بص على الحلاوه. بالله عليك تدلعها. خضار مشوي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بص عليه يا حبيبي. جاهز والفرن جاهز. هتبص على الخضار ولا على الفراخ ولا على السبانخ. حلو. معانا العجينه الحلوه. الله. دي العجينه. وده الخضار المشوي. ركز معايا بقى عشان عايزين نعمل شويه بيتزا حلوين كده بطعم مختلف بشكل مختلف. عايز ادخلها الفرن قبل الفاصل عشان نكسب التايم اللي ما بين الفاصل والفاصل في تسويه البيتزا. يا مسهل الحال يا رب. علشان نبدا ان احنا نكسب الوقت. ملاح. هناخد الخلطه الحلوه دي كده. يعني ونحط التتبيله الحلوه دي كده. ده صوص طماطم جاهز عندي. انصحك بقى هنا البهريز بتاع الخضار او الطماطم ما تحطش عليه توابل، تكتفي بالتوابل اللي انا حاططها على الخضار. ده مهم جدا على فكره. انا من الناس اللي مش بيحبوا صوص الطماطم كتير في عجينه البيتزا بصراحه. حتى لما بطلبها او اعملها في البيت اقول له قلل من التوبنج بتاع صوص الطماطم. اهو بالشكل ده كده. حلو. بساطه سهوله مرونه. ناخد الزعتر الحلو. نعم. قول لي انت هنحط الخضار ازاي. زي ما تقول لي هعمل. شفت الحلاوه دي؟ انا يهمني شويه الخضار الحلوين دول بجد، دول اللي يهموني في القصه كلها والبهريز اللي طالع منها. شفت الخضار ده؟ هو ده يا عم الشيف. تاكلي بيتزا بالخضار وانت ايه مطمئنه. توزيع دي انا مش عايز انزل بالبهريز عشان هنعرف نعمل ايه بالبهريز ده. البهريز ده هنعمل فيه مفاجاه دلوقتي. معايا جبنه موزاريلا هغرقها في البهريز ده واحطها على وش البيتزا. شفت بقى المدرسه؟ المدرسه المغازيه بقى. طعم البيتزا او طعم الجبنه الموزاريلا هياخد من الايه؟ من الميه بتاعت الخضار. ضمننا الخضار مستوي والعجينه مستويه وفي لطافه وفي شكل حلو. الله. الجديد هنا ان انا شويت الخضار بتتبيله انا اخترتها ببهارات انا اخترتها. شايف الحلاوه دي يا ست الكل؟ معانا جبنه موزاريلا اهي. الله. هننزل بقى هنا كده. ركزي معايا عشان الموضوع شيق هنا. دي جبنه موزاريلا ومعانا من الزيتون اخضر واسود كده ينزل عليها. ناخد الموزاريلا دي كده. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ عشان الطعم ما يفصلش مني. اخد الموزاريلا دي كده على الوش وادخلها الفرن بقى. كده ضربت عصفورين بحجر. الموزاريلا خدت طعم الخضار. لما حطيتها في البهريز بتاع الخضار هيبقى عمرها طويل في الفرن، مش هتسود مني ولا تاخد لون الا بعد وقت شويه. خلي بالك في التركية دي مهمه جدا. زي ما تحط شويه حليب على الجبنه الموزاريلا كده بتاعه المكرونه البشاميل قبل ما تدخلها الفرن. ليه يا عم الشيف؟
عشان الجبنه يبقى عمرها طويل، ربنا يطول في عمرنا. هندخل البيتزا دي الفرن يا عم الشيف ونبص عليها كده في درجه حراره 180. مكانها فين يا عم الشيف؟ هنا. مكانها في الفرن هنا بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده اللي علي بالله عليك. والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. هناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. الفراخ دي عايزه لها 10 دقايق عشان تتشوى معانا. شوف البيتزا وشعوتها بالخضار في الفرن. لا الخضار مستوي واتحداك. ده انت هتاكل الخضار وتسيب العجينه. هتاكل العجينه وتسيب الخضار. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي الف هنا وشفا للي ياكل. يلا معانا عصير هنعمله.